شو هالحكي اللي قلتي لنظر مرتي؟ لما كنتي حامل قلتي نفس الحكي هذا للدكتور وقلت لك فكر معك انفصام بالشخصية بعد الكلام اللي سمعه. ليش عم تعملي هيك بحالك يا روحي؟ يا الله نفس معقول عم تحكي هيك؟ فكر في عندك انفصام شخصية بعد اللي سمعه. انتي منيحة؟ الوحش اللي كنتي معه لما يعذبك كان يلعب بأعصابك؟ لدرجة يخليني شك فيها أنه أنا الغلطانة. تصبحوا على ألف خير. وأنت من أهله أخي طاهر. السلام عليكم ابن عمتي. وعليكم السلام طاهر، شلونك؟ الله يمضي هالأيام على خير. يلا بخاطرك طاهر. لك استنى خلينا نحكي. يلا قلي بديش بعت الولد، بديش بعته ليت مصطفى. اهدى وطول بالك. لا تتدخل أخي مدحت، بدلته بالمناقصة؟ بعته لتنقذ مستقبل العيلة مصطفى كليلي. يلا قلي بديش بعت الصغير. خلاص ولا ما بعته مشان مصاري، كان في مقابله واعتراف، اعتراف مصور من فيديوهات بأنه هو اللي قتل أخوه لنفس، كل هدف يضمن حياتك، افهم بقى. أخذت اعتراف فيديوهات يعترف؟ ايه ما بصدق. بدك تصدق، وبيعرف انه الاعتراف بيوصل للشرطة اذا بيقرب عليك. ليش ما بتعطي الاعتراف يا مدحت بدل ما مخليه عندك وخليه يحبسه ونخلص؟ مستحيل، هذا الاعتراف ضمان على روحك. وهي طلعت بحجة جديدة مو؟ وليش روحي لتكون غالية لهي الدرجة؟ اخوه مقتول وما عم نفهم هذا الشيء؟ اخوه مات بس انا ما بضحي فيك. ما انت ضحيت فيني اصلا وقتلتني، قتلتني بالخوف اللي عاشه هذا الصبي الصغير هو وامه، وهالشيء بفضل اساوتك مصطفى كليلي. طاهر بلا جنان. بدي جن هاي المرة، أنا بدي جن. شو زن بلا هاي المرة؟ وشو زن بلو صغير كمان؟ ليش عم تدفعوهن التمن إلهم؟ خلصنا بقى طاهر. كان في وعد وانت قلته. نفس اختي وييت ابني هيك قلت، بس ما وفيت بوعدك وضحكت علينا كلياتنا، وراح أعمل مثلكن، ما راح أوفي بوعدي وآخذ هاي المرة وابنها ونهرب من هاي الخرابة اللي هن عايشين فيها، فهمانين؟ شفت ضوء الغرفة اشتغل، كابوس مو؟ حاولت فيق وما قدرت. نفس نفس اهدي، خلاص روقي نفس، يلا قومي، يلا نفس اصحي.
وين الشيخ عثمان؟ بالمدرسة عم يقرأ قرآن. نفس نفس نفس، اسمعيني نفس، في إيه؟ يا الله، ليش ماما عم تبكي؟ شو عم يصير عمو؟ تعال لقلك، تعال يا بطل. ماما عم تشوف منام ماله حلو، طمن ما فيها أي شيء، شوي وبتصحى. إيت، أمي من زمان كانت تشوف كوابيس مثل أمك، بس لما أحضنها كانت فوراً ترتاح. أنت كمان أحضنها لأمك. يلا يا بطل أحضنها. يلا. هذا هو السبع اللي ريح أمه. Haftalara yol diye aylarda sene olsun.